التي طبقها شباب عين فكرون في العشرين دقيقة الأولى صعبت من مهمة خط هجوم الاتحاد الذي وجد في الكرات الثابتة الحل الوحيد لتهديد مرمى بولطيف بواسطة بن موسى في الدقيقتين 26. لكن 6 دقائق بعد ذلك تبادل كروي بين فرحات ومفتاح، توزيعة من هذا الأخير وجدت الكرة رأس أندريا أسكنها شباك بولطيف مسجلا الهدف الوحيد في اللقاء. هدف أجبر عناصر عين فكرون على الخروج من منطقتهم ومحاولة تهديد الحارس زيماموش كهذه التسديدة من قرا بعد محاولة فردية كرته جانبية، كان ذلك في الدقيقة 30. رد عليه فريوي بهذه الكيفية بعد توزيعة من فرحات لكنها لم تغير في نتيجة الشوط الأول، هدف دون رد لاتحاد الجزائر، الاتحاد الذي دخل بنية إضافة أهداف أخرى في الشوط الثاني، لكن الحارس بولطيف في كرة أندريا ونفس الشأن عندما سدد مفتاح الكرة المرتدة من دفاع فكرون. بولطيف أصر على بقاء النتيجة على حالها رغم آخر فرصة في الوقت بدل الضائع، رأسية أندريا اصطدمت بالعارضة ليفوز اتحاد الجزائر بصعوبة كبيرة أمام شباب عين فكرون بهدف لصفر.